قناة دينك نجاتك للتصاميم الدعوية. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه. ذهب جمهور العلماء، الفقهاء في المذاهب الأربعة، إلى أن الأكل باليمين مستحب وليس واجبا، مستحب وليس واجبا. لماذا؟ لأن القاعدة الغالبة عندهم أن ما كان من الآداب فهو للاستحباب، أن ما كان في الآداب فهو للاستحباب، فيقولون هذا أدب، يرحمك الله. والأمر في الآداب للاستحباب. لماذا؟ يقول لأن مصلحته تعود إلى الإنسان نفسه. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأكل باليمين واجب، لأن الأصل في الأمر المطلق الوجوب، ولم تخص الأدلة الآداب عن غيرها. وهذا الراجح، أن الأمر إذا ورد في القرآن والسنة فهو للوجوب ما دام مطلقا، سواء في الآداب أو غير الآداب. وذلك الراجح فيما يظهر لي أنا أن الأكل باليمين واجب، أولا لأنه أمر، ثانيا لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. طيب، نحن مأمورون بمخالفة الكفار، فكيف برئيسهم الشيطان؟ إذن يدل الحديث من جهتين على وجوب الأكل باليمين. أولا أنه أمر لا صارف له، وثانيا أن آخره يؤكد الوجوب، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. لكن المقصود هنا أن الجمهور رأوا أنه لا دلالة في هذا الحديث على الوجوب. لماذا؟ لأن القاعدة الأصولية عنده أن ما كان في باب الآداب فهو الاستحباب، فهم لا يريدون مخالفة الحديث، لكن هكذا استقر عندهم في القاعدة الأصولية بناء على النظر العلمي عندهم، وإن كان هذا مرجوحا عندنا.